مساء الخير. بعد أقل من 48 ساعة تحل الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت. ما بعرف قدي في داعي نذكر أنه لو كنا ببلد طبيعي أو على الأقل شبه طبيعي كنا اليوم عرفنا جزء كبير من الحقيقة، سواء فيما يتعلق بكيف فاتت البضاعة أو بكيف بقيت كل هذا الوقت أو بكيف انفجرت وانفجر معها العنبر رقم 12. ولكن لأننا بمزرعة تتدخل فيها السلطة السياسية بشكل سافر فتطير محقق عدلي وتحاول ولا زالت حتى الساعة تحاول أن تطير محقق عدلي آخر. نحن في مزرعة يرشح فيها المشتبه فيهم للانتخابات النيابية، وعندما يفوزون يعينون في لجنة الإدارة والعدل، وطبعا كل ذلك وفقا للقاعدة التي تقول أن القضاء هو للضعفاء فقط، لأن ببلد من هذا النوع مضطرين بالقليل المتيسر أن نبذل الكثير من الجهد، نحن وسوانا من الزملاء الصحفيين والمحامين والكيميائيين والمهندسين والناشطين في مختلف المجالات، لنحاول أن نركب صورة قريبة على قدر المستطاع لحقيقة ما حدث في كل مرحلة من مراحل الجريمة وصولا إلى الرابع من آب. واليوم مضمون الحلقة يقرأ من عنوانها: حاولنا بما تيسر أن نقوم بمحاكاة علمية لما يمكن أن يكون قد حدث نهار الرابع من آب لمعرفة ما إذا كان التلحيم تحديداً ممكن أن يكون سبب الانفجار. طبعاً هذا الأمر رح نشوفه بالجزء الأخير من هذه الحلقة، ولكن بالبداية خلينا نرجع نعمل ملخص صغير للأحداث اللي صارت بالأسابيع أو بالأحرى الأشهر القليلة التي سبقت الانفجار، ورح نبدأ تحديداً من حزيران من عام 2020 بوقت رئيس الحكومة حسان دياب كان عم بيحاول يفرجي الرأي العام أنه حكومته جدية بمكافحة الفساد، وكان مزعوج أنه المواطنين ما عم بيقدروا يصدقوا هذه الفكرة، فطلب من مستشاره اللي هو السيد خضر طالب أن يجتمع بمدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبة وأن يطلب منه تزويده بأي ملفات حقيقية ودسمة تتعلق بالفساد يمكن أن تكون موجودة لديه ويمكن أن تتابعها الحكومة. أثناء اللقاء وبعد أخذ ورد وطرح لعدد من الاقتراحات، أخبر اللواء صليبة السيد خضر طالب أن هناك كمية كبيرة من المتفجرات موجودة بمرفأ بيروت داخل العنبر رقم 12، وأن الكشف عنها ممكن أن يشكل صدمة إيجابية للرأي العام وأن تستفيد منه الحكومة ويؤدي الغرض المطلوب. وعليه اقترح أنه ينزل الرئيس دياب على المرفأ بمواكبة إعلامية ويفوت على العنبر ويكشف عن وجود هذه المتفجرات. على الفور تواصل السيد خضر طالب مع رئيس الحكومة اللي وافق بدوره على الفكرة وأرسل مسؤول الأمن بالسراي إلى المرفأ ليرتب له الإجراءات الأمنية اللازمة للزيارة، وقرر أن تتم هذه الزيارة في اليوم التالي. هلأ بعد ما نزل المسؤول الأمني بالسراي على المرفأ تواصل مع رئيس الحكومة وقال له أنه بناء على التقارير اللي اطلع عليها من قبل أمن الدولة تبين له أنه هيدي البضائع هي عبارة عن أسمدة زراعية وأنه إلها موجودة حوالي 7 سنين بالمرفأ وأنه القضاء واضع إيده على الملف وأنه النزول غير مستحب لأنه رح يظهر رئيس الحكومة بمظهر المستعرض ورح يتحول بموجب هذه الخطوة إلى مادة للتهكم، فبقرر رئيس الحكومة أن يلغي الزيارة. هون نحن عم نشيل كل فرضيات المؤامرة وعم نشيل الفرضية اللي بتقول أنه في حدا اتصل بحدا وتدخل وطلب إلغاء زيارة رئيس الحكومة إلى المرفأ، وكل هذه التفاصيل اللي عم نحكي عنها هي ما قاله الرئيس حسان دياب واللواء طوني صليبة بالتحقيقات اللي صارت معهم. هيدا لتشوفوا حالة الضياع الرسمي اللي كانت السلطة سياسياً وأمنياً وقضائياً عم تتخبط فيه بالتعاطي مع هيك ملف حساس ومع هيك بضاعة حساسة. ونحن هون مش عم نحكي عن سنة 2013 أول ما وصلت البضاعة، لا، نحن عم نحكي عن بعد 7 سنين، عم نحكي بسنة 2020، أي قبل أشهر قليلة من وقوع الكارثة. هل هالضجة والبلبلة اللي صارت حول كياس الأمونيوم نايتريت كانت سبب لجهة معينة تعتبر أنه آن الأوان للتخلص من هيدي البضاعة؟ هيدا السؤال مستحيل ما يكون بكل لحظة مطروح، خصوصي أنه لما يفكر الواحد كيف بقيت هالبضاعة 7 سنين وما صار فيها شيء، وكيف وقت تحرك ملفها بلشت أعمال الصيانة فجأة بالعنبر وصار الانفجار، ما بيقدر ما يحط
هيدا الاحتمال. على العموم شو اللي صار بعد هيدا التاريخ وشو هي أعمال الصيانة اللي صارت بالعنبر؟ رح نتعرف على هيدا الموضوع من خلال هذا التقرير الذي يتضمن مقابلتين، مقابلة مع شقيقة المتعهد الموقوف سليم شبلي وهو الذي كلف بالقيام بأعمال الصيانة، ومقابلة مع شقيق العامل السوري اللي كان واحد من ثلاثة عمال قاموا بأعمال الصيانة وهو الموقوف أحمد الرجب. سليم مؤسس شركة مقاولات كهربائية وتعهدت بسن الفيل. اجي تليفون من إدارة البور إنه نحن عنا شغلة بسيطة، إذا بتبعت لنا شغيلة. كان قاعد هو وشريكه بالمكتب، قالوا شريكه ما تبعتهم عنا شغل، هن كانوا بغير ورشة. قالوا معلش شغلة بسيطة بينزلوا بيعملوها وما بدنا نزعلهم. أحمد بالبداية كان بيشتغل معي أنا أستاذ بسوفر، كان مزارع. تمام؟ بعدين اشتغل بهاي الشركة الإليمنتز تبعت الطاقة الشمسية معلم تلحيم، وقف من الشغل وظل فترة معطل عن العمل. اتصل فيه ابن عمي خضر على أساس إنه بيفيده، أنت بتعرف طبيعة الأحوال المادية وكذا، بيفيده بكم يوم بيشتغل فيه. اشتغل بهاي الشركة مع الأستاذ سليم شبلي 4 أيام والخامس صارت الحادثة. أول مرة عملوا شباك الحديد من برا كان هو معهم، ثاني مرة هن لحالهم راحوا عملوا هذا الشباك الجفصين بطئ البيتون، وهن رايحين اشعوا مسكة مرد الباب واقعة راحوا عملوها وخلص هذا كل شيء انعمل. هو ممنوع شغيلته يدقوا مسمار غير ما يكون حدا فوق راسه بلس المهندسة. سأل المسؤول وسأل الصيانة، أكثر شيء الصيانة، إنه شو في هذا العنبر؟ عرفوا انه في نترات امونيوم يلي هي اسمده تستعمل كاسمده زراعيه. نحن بهيك موضوع استاذ بشكل عام يعني ناخذ انه بنقول انه في ناس اوعى منا بهاي المجالات، لو كان في مجال اي مجال لا سمح الله بيسبب خطوره ما بيجيبونا نحن عمال عاديين بيشغلونا على هذا البواب، فهيك نحن نعتبر كعمال عاديين نعتبر هيك الوضع بشكل عام. تمام؟ فممكن يكون نظره للكياس من مبدا انه ما ممكن تكون سماد او اشياء تموينيه او ما شابه ذلك، يعني تعرف انت باللغه الانجليزيه ما لنا كثير شاطرين يعني، فاكيد الكياس مكتوب عليها كلها بالانجلش ما مكتوبه بالعربي. تبين انه المهندسة اللي عم تحكي عنها حضرتك قامت بارسال رساله صوتيه للاستاذ سليم شبلي، مش نفسها مش بنهار التفجير، بس قالت له انه في بقلبه اكياس امونيوم نايتريت. اوكي بس ضلت تنزل وتشتغل وتشرف على الشغيله، ما كانت ضلت الاشياء بادارتها وباشرافها يعني صوت وحصوت. وسليم ثابت انه ما سمع الفويس، بس سليم ارزما بهيدا النهار كان باعت الكترود معه انه هيدي المكنه اللي هي على البطاريه وما فيها شرائط ناقل. هل الساعة 2 من العمل لما وصل البيت صار الانفجار، هو عم يتفرج على التلفزيون، طبعا هذا بناء على كلام زوجته ومدامته. فانصدم انه هذا الباب اللي انا كنت عم بشتغل عنده، اما ما حدد بالتفصيل شو كان عم يشتغل، بس بعتقد اخر يوم كانوا عم يشتغلوا بدهان استاذ. انا هذا رايي، بعتقد انه اخر يوم لانه دهان اخر شيء بتكون المرحلة الأخيرة. فكان بيشتغل بدهان اخر يوم لانه هن لحموا قبل الوقت، وبعد التلحيم لازم يكون في تنظيف للبواب وللاشياء اللي حول البواب، بعدين بيرجع بيدهنوا البواب وسلموها الساعة 2. هذا رأي الاستاذ. هذا اللي هلا حاليا برات السجن، هذا خيي احمد وهذا ابن عمي خضر. هيدي الصوره التقطت نهار الانفجار. استاذ نحن ما بنعرف، انا سمعت من رائد انه الصوره ما بيعرفوا مين اللي صورهم اياها، طبعا الصوره وهن الشباب نحن سالنا حتى ما بيعرفوا مين اللي صور الصوره اللي يعني اللي اخذ هاي الصوره لانه هن ما بيعرفوه. اما انه اثناء الانفجار بيوم الانفجار قبل الانفجار ما بفتكر استاذ، بس حسب مبين هون انه هاي قبل الانفجار بيوم او يومين، لانه ما في شيء اسمه دهان على البوابه او ما شابه ذلك، لانه هن دهنوا اخر يوم دهان بلشوا فيه. هل حدا من قبل الاستاذ سليم هو من قام بالتصوير او هن العمال السوريين؟ أبداً. شو قصه هاي الصوره؟ هم نازلين يعملوا فوتوشوت هن تحت وصار لهم 20 سنه بيشتغلوا تحت. هيدي انا برايي انا في جماعه من الناس عم تجرب تسرق. قاموا قالوا لك بركي صار معنا شيء بكره بدنا نحرق، خلينا نحط هدول باندينج بنحط لهم صورهم ونخلص حالنا. طيب إذن مثل ما سمعنا ومثل ما شفنا تم تكليف شركة خاصة تعود للسيد سليم شبلي اللي سبق وتعهد عدة مشاريع بالبور، تم تكليف هذه الشركة بأن تقوم بأعمال الصيانة بالعنبر رقم 12، والسيد سليم شبلي بدوره أرسل 3 عمال سوريين إلى العنبر رقم 12 للقيام بهذه الأعمال. طبعا نحن بلبنان عنا جيش من الموظفين بهيئة إدارة واستثمار المرفأ، وفي ناس من هؤلاء كانت تتقاضى معاشات بعشرات آلاف الدولارات شهريا،
وعندنا مصلحة أمن وسلامة مستودعات بالمرفأ، مش مفروض حدا يقدر يفك برغي إلا ما تكون عم بتواكبه وعارف شو عم يعمل. بس للأسف الكل بده يدير الوضع من بيته، أو إذا تكرم وإجا على مركز عمله بده يقعد ورا المكتب وبده يعرف شو عم بيصير، مش بس بلبنان، بالصين، وهو عم بيدخن سيجار. هيدا طبعا عدا عن أنه كل الأجهزة الأمنية ما حدا منها حس حاله معني يوقف على إيد هالعمال وتركوهن يشتغلوا من دون أي مواكبة. اللي رح نشوفه هلأ هو شهادة حية من واحد من هؤلاء العمال السوريين الثلاثة اللي قاموا بأعمال الصيانة، واحد من سيئي الحظ الثلاثة، وهو الأكثر حظاً بينهم لأنه شغله كان بالورقة. وبما أنه شغله كان بالورقة أطلق القاضي بطار سراحه بعد ما كان له سنة وشهرين بالسجن، علماً أنه لازال حتى الساعة ممنوع من السفر، وعلماً أنه زملائه الاثنين الآخرين لازالوا حتى الساعة بالسجن. خلينا إذن نشوف شهادة رائد الأحمد اللي يتحدث للمرة الأولى عبر الإعلام، ونستمع لمضمون الاتصال الهاتفي اللي تم معه. حضرتك أي شخص من الثلاثة؟ في الشخص اللي قاعد، اللي قاعد على الأرض تقريباً، هذا رائد؟ هذا أنت؟ إيه. أول شيء هذا النهار هو آخر نهار؟ لا، هذا أول نهار. هذا أول نهار، لأنه ما انفتح أساساً الباب، ما انفتحوا إلا نهار. أنتوا أبداً ما بتتذكروا حدا كان على مسافة قريبة منكم صوركم، طلبتوا منه يصوركم تتبعتوا للمهندس إنه عم تشتغلوا؟ ما لكم أي علاقة بهيدي الصورة ولا بأي شكل؟ ولا بأي شكل، ما الصراحة لهلا صورنا. هيدي أول مرة كنتوا بتشتغلوا بالمرفأ؟ لا، المرفأ زمان طويل مستلموا سليم صيانة، من أنا جيت على الشغل هو مستلموا صيانة، يعني من حوالي 10 سنين على الأقل. لا أكثر. طيب العنبر رقم 12 شغالين فيه قبل هالمرة كنتوا؟ أنا أول مرة بشتغل فيه. كنتوا عارفين حدا قالكم انه في تحت مواد خطرة، او انه هذا العنبر هو عنبر مواد خطرة؟ شو كنتوا بتعرفوا عن العنبر قبل ما تنزلوا تشتغلوا تحت؟ والله انا بالنسبة لي ما بعرف شيء عنه نهائيا. ابدا؟ ما بعرف ابدا ولا اي شيء. انا لو حدا قال لي مستجدات ما كنت ولا دقيقة ووصف المطرح. اكيد اكيد انت ما بتود لا نفسك تسالك. حتى انا رجعت بالنحله بالسجن، بتعرف من المتحدث سالته الاولاد عنه انه بتعرفوا في شيء قبل شيء شو في ما في. المهم كل العمال اللي ما بنعرف. اول مشوار نزلتوا مين كان؟ كنتوا انتوا الثلاثه ومين كان معكم ناس ثانيين؟ كنا انا كان اول نهار في جماعه سليم والمهندسه وفي الشوفير فعلا، واثنين هذول وجدي اللي طلع معي وجدي ارافي هو اللي كان معه مفاتيح، وفي واحد ثاني معه وفي كمان ناس ما بعرفها. اوكي، شو عملتوا بهذا النهار؟ اول نهار ضبطنا الباب، نحن رافعنا الباب ضبطنا، وكان نازل على نفس الكتب عليكم وجلسنا فيه. هني كانوا عم بيفتحوا لكم الباب الرئيسي؟ ايه، هني فتحوا لنا الباب الرئيسي، والباب مشان نقدر نفتح الباب المخلوع. شو خص الباب الرئيسي بالباب المخلوع؟ فهمت شو قصدي؟ انا بقول لك شو القصة. القصة الباب هذول البابين بيجوا على بعضهم، بيدخلوا على بعضهم، بيفكروا على بعضهم انهم بيفتحوا الباب يعني. فكان الباب المخلوع مقفل من جوا. اوكي. في نفس اول نهار فتحوا لنا الباب الرئيسي، طقينا القفولة، جابوا لنا مفاتيح لالون، قفلتوا الطايرة من داخل ومن جوا. وكيف قدرتوا تفوتوا لجوا؟ هذا السؤال تتفتحوا. طلعنا شو اسمه؟ طلعنا فوق الاكياس، شلنا فوق الاكياس لو كنا للباب. حاولنا نفتح الفولة بالمفاتيح اللي عطونا اياهم، ما فتحوا، رجعنا عطينا المفاتيح للمسؤولين انهم ما بيستخدموا الفولة قديمة، عطونا القف، قفينا فيه الفولة وفتحنا الباب، جلسنا وظبطناه
طيب انت بما انت اللي فتت لجوا تقدر تجرب تفتح؟ ايه. طيب شو اللي كان جوا؟ كان معبى المستودع ولا كان في محلات فاضي ولا كيف كان الوضع؟ والله هيدي انا ما انتبهت لإلها لانه دغري الزرق واقفين على الباب. خلصنا مستعجلين لانه دغري مباشره طلعت فوق الاكياس وصلت لهونيك بس سقيت فحاولت افتح الباب ما فتحوا معي. شفت شيء غير الاكياس الامونيوم؟ متذكر انك انتبهت لشيء ولا لا؟ انا بتذكر اول ما فتحت هيك تمشي شوي بيجوك اكياس، طلعت فوق الاكياس مشيت يعني انا ما شفت اختي بدي اشرح لك عليها لانه ما لنا تحدي. اول ما مشيت دغري طلعت فوق الاكياس ورجعت اخذت الشمال وكفيت لروح لعند الباب لحتى افتحه. شفت على ايدي اللي في كراتين بس ما في شو في ناس واقفين لك على الباب ما كنت تطلع. بس حضرتك تقدر تأكد انه بين الباب الرئيسي وبين كياس الامونيوم نيتريت كان في حوالي المتر مسافة؟ ايه بتذكر لما انا نزلت بين الباب وبين تاني نهار عم بتقول رجعت وجيت واشتغلت حضرتك بالفجوات اللي موجودة بالباب صحيح؟ واشتغلوا الشباب بالباب الرئيسي ولا لا هذا النهار؟ لا جلسوا كان ما جلسنا نحن الباب بأول النهار. كان في بعد في تجليسات بسيطة عن الدنيا تالت نهار انتو اي ساعة جيتوا؟ لانه في رواية بتقول انه جيتوا بوقت مأخر ما جيتوا الساعة 8 جيتوا تقريبا 1:30 أو 2 يعني صوب اخر الدوام صحيح هذا الحكي؟ لا مش صحيح. شو اللي صار؟ نحن جينا تقريبا جياتنا نحن بتكون تقريبا بحدود 8:30 تقريبا هيك. اوكي جينا انا بلشت بتسكير الفجوات الشباب قالوا عنا في دلاية على الباب الرئيسي بدنا نعملها نسويها وقلنا شو فيها وانا بلشت كثير الفجوات. طيب بس بهذا الوقت كان معكم حدا ولا كنتوا لحالكم؟ لانه وجدي أرقفي بيقول وقتها بالتحقيق معه انه انتوا طلبتوا المفتاح صوب 1:30 يعني هل انتوا اشتغلتوا قبل ما تطلبوا المفتاح كونوا الشغل من برا بوقت بكير ولا كيف؟ مع كل نحن كل شغلنا من برا طلب معنا ان احنا اخر نهار باليوم الثاني كان عندنا ركبنا الباب جلسنا والباب هو مأفخل وقفنا من أفلت العيق من جوا هذا الباب من ملك البحر. نعم طلبوا المفتاح لحتى يجربوا يعني طلبوا بعد ما تقريبا كانوا خلصوا الشغل تواصلوا معه وطلبوا المفتاح صح؟ ايه فليتوا تقريبا اي ساعة؟ نحن خالصين شغل بتذكر انا وحدود 3:30 طيب كان عندكم بعد شغل اضافي كان عندكم بعد شغل ليوم تاني ولا شو؟ لا ما عندنا. وهو ابن عمك عم يلحم كان في شرارات عم تفوت لجوا؟ انا بتذكر الباب نازله تقريبا يعني للارض ما في شيء يعني مستحيل انه شيء يفوت لجوا لانه الباب نازل وصل للارض. حتى نحن بتذكر اول نهار اشتغلنا فيه لما كان هذا مثل الباب المخلوع يعني اضطرينا فيه شويه رمل حتى ما بعرف شو فرجوني يمكن بتعرف يمكن الصوره مصورينها يعني اضطرينا نكون في الارض لحتى نقدر نمسك الباب ما بتذكر معنا. نهار الانفجار التلحيم وين كان عم يصير؟ بالباب الرئيسي؟ صار بالباب الرئيسي وفي الليل في البحر في شقفة ما بعرف انا قد ايه طولها صراحة يمكن شي 50 سم حاطينها ما بعرف نقطتين ثلاثة. طب ولما صار التلحيم ما حسيتوا انه في شيء جوا في دخنه في اي مساله ممكن تكون مريبه ما لاحظتوا انه في شيء لفت لكم نظركم؟ لا ابدا لانه لو في دخنه او شيء اكيد ما كنا ضلينا ما في اي شيء يعني بكل الوقت نحن خاصين تاني انا بتذكر انا كنت عم مرة انا شو حتى نظروني لحتى وقفت انا ورقه يعني كانوا خاصين من زمان عندي.
بهذا الباب الثاني، مش الباب الرئيسي، كان كمان في طريقه تفوت الشرارات لجوا؟ ما في مجال، لانه الباب عم يطبقوا على بعضه، مستحيل في شيء يفوت لجوا. قديم هي ال شو اسمه يعني الباب هي تنزل على ايده، وحتى احمد منه ما بتذكر انه ما بدك حتى كف يعني تنزل على ايده ما بتعمل بيده شيء. شرارات تبع ما كانت التلحيم اللي معه. ايه بعدين هم لو في شيء مع انه دهنوا كل شيء حطوا له نقط التلحيم رشوها بالسبريه. يعني لو في شيء كان صار مشكله دغري على السبريه، لانه السبريه بتجي مثل الغاز. القاضي عمل تجربة، هنيك عمل تجربة ما صار شيء بالتجربة. أنا عملنا نزلوا الشباب عملوا تجربة وهذا، أنا نزلت معهم بس ما نزلوني لأنه أنا استوانت ورقة، يعني ما نزلوني يعني. أنا نزلوا غير أحمد لحم نفس الطريقة، حتى عم سألت قلت له شو صار، ما صار لي ما صار شيء. يعني بالمحاكاة اللي انعملت ما تبين إنه التلحيم ممكن يكون هو السبب للانفجار؟ لا. استمعنا إلى شهادة رائد الأحمد، وللمناسبة على ما يبدو أنه الشخص اللي قام بالتقاط الصورة للعمال السوريين الثلاثة هو شخص يعمل في المرفأ ويدعى السيد محمد طه، وقد أوقف لدى فرع المعلومات أول نهار بعد وقوع الجريمة، ومن ثم أطلق سراحه، واليوم هو موقوف لدى جهاز أمن الدولة من حوالي الأسبوع بناء على اتهامات وجهت له بالقيام بعمليات ابتزاز للمتعهدين وللمستوردين من أجل الحصول على رشاوي. فيا ريت إذا كان هذا الموضوع مظبوط، يا ريت جهاز أمن الدولة اللي حاليا موقوف هذا الشخص لديه، يا ريت بيسألوا ليش صور هالصورة إذا كان فعلا هو اللي صورها، ومين كان عم يجرب يبتز فيها، وبركي بيكون عنده شي خبرية يخبرنا إياها عن شو صار بأربعة آب غير رواية وفرضية التلحيم المعتمدة رسميا. على العموم نحن فرضية الدولة وأجهزة الدولة بطبيعة الحال على راسنا، ولهيك قررنا بما تيسر من قدرات ومن إمكانيات تقنية أن نقوم بعملية محاكاة لفرضية التلحيم بمساعدة واحد من أكثر الأشخاص اللي قاربوا هذا الملف بشكل علمي، وهو الكيميائي فؤاد بزي. علما أنه في هذه المحاكاة حاولنا أن نضع الموجودات التي تقول الرواية الرسمية أنها كانت موجودة في العنبر، حاولنا أن نضعها في المكان الذي أجريت فيه المحاكاة، علما أنه ما في أي جهة رسمية عندها جردة رسمية بمحتويات العنبر، وهذه مسألة إضافية تظهر مستوى الإهمال اللي كان موجود. وحاولنا أن نرى بأي حالات ممكن أن يكون التلحيم سبب للحريق، وهل هيدا الحريق ممكن أن يبقى 3 أو 4 ساعات من دون أن يتنبه له أحد؟ خلينا نشوف. نحن بمطرح أنه قريبين كثير من البحر، فقريبين من الرطوبة اللي هي كمان مطلوبة بهذا الشيء، وقريبين من الحرارة، ماننا بحرارة شهر آب، بس أنه نحن قريبين من هذه الحرارة اللي كانت موجودة وقتها على المرفأ. ونحن ببيئة مفتوحة مسكرة من ميل ومفتوحة من فوق، بتشبه كثير يعني اللي كان موجود بالعنبر. فإذا الظروف المناخية والظروف الجغرافية مطابقة لحد كثير موجودة، وما يعني موجودة بهذا المكان اللي نحن فيه. أوكي، هلا عم نحكي نحن عن الموقع، نحن اللي بدنا نعمله هلا رح نرجع نقول شو بدنا نحط ورا الباب، بس نحن هذا الباب بده ينعمل معمول، بده ينجاب مكنة التلحيم، صح؟ مزبوط. هلا نحن بالمبدأ أنه اللي خصه بالباب نحن بدنا حديد، فبدنا نحكي يعني نشوف الرواية اللي هي قالت أنه بسبب الحام ونتأكد منها. فهلا في باب أو ما في باب، نحن مهم أنه ما نشتغل بحديد مع الحام، يعني ما نحاول قد ما فينا يعني بس تصير المحاكاة أنا نلحم نطير شرر، أو يمكن حتى أنه نجرب كمان نقص الحديد لحتى نشوف أنه هل هيدا الشرر وهيدا الحرارة اللي طالع عن الحام رح تقدر توصل هيدا المواد أنها تتفاعل وتحترق. طيب هلا خلينا نشوف من ميلة جوا لكان. هل نحن بحاجة نرجع نسكره كله تنقدر نعمل محاكاة
مضبوطة ولا بنقدر نتصرف بطريقة انه نسكر منطقة معينة؟ هلا الأكيد انه احنا ما نسكر شيء، نحن هلا المقدرات يمكن ما بتسمح انه تسكر المكان كله لأنه مكان كبير، بس أنت بدك مكان، بدك بيئة مغلقة، ما فيك تشتغل هون هي مفتوحة وتعتبر انه بصير عندك نفس الجو، لأنه الهواء اللي عم يمرق هون هلا إذا نحن حطينا المواد وتركناها هون، هذا الهواء رح يرجع يحمل الأبخرة كلها وياخذها على مطرح ثاني، وأكيد التجربة ما رح تكون دقيقة أو قريبة من الواقع اللي صار بأربع آب. فنحن مضطرين انه نسكر منطقه من هون. هلا المنطقه بتتقدر حسب يعني نحن شو الموجود، المواد الموجوده عندنا، بس لازم شيء يتسكر من عند الباب لا تقريبا انه حوالي المترين، ونسكر مربع حوالين الباب هيك 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 بارتفاع يعني حوالي المترين للمترين ونص، مش اكثر من هيك. المهم انه نحن نكون مسكرين على الابخره، يعني تقريبا ارتفاع البوابه تقريبا اذا ارتفاع الباب. المهم انه الابخره اللي عم تكون اللي بدها تتولد تحت من جراء الحراره والظروف ما يقدر يحملها الهواء، ما يقدر يشيل الهواء، فالمنطقه اللي من تحت بتكون مسكره، بينما منطقه فوق مش مشكله انه تكون مفتوحه. وهيدي الظرف اصلا كان موجود بالعنبر، لانه بالعنبر هو له اماكن تهويه. ما هي المعايير العلميه، بس بدها تروح تجرب شيء ما بتروح بتجرب على المستوى الكبير، يعني مثلا انت بدك تعمل تعيد اختبار او الى اخره، تعمل شغله بالمختبر، انت بتكون عم تشتغل بكميات كثير صغيره، بيقولوا لها كميات مخبريه، فنحن نفس الشيء ما نرجع نجربه هون بكميات قليله، بكميات صغيره، بمسافه اصغر، ولكن ما نوصل لنفس الظروف اللي كانت موجوده، والا انك ترجع تعيد تفجير بحجم التفجير اللي كان موجود على المرفأ، هو اصلا شيء غير منطقي وغير واقعي ممكن يصير، فهي المسافه مع كميه المواد اللي بتنحط فيها ممكن تكون قريبة، ونضلنا نقول ممكن وقد ونستعمل الاحتمالات، لأنه بالعلوم ما فيك تحكم على شيء أنه هو 100%. شو المواد اللي بدنا نحطها وكيف بدنا نوزع هذه المواد، وقديش بدها تكون قريبة من الباب أو من المحل اللي عم يفوت منه الشرارات؟ هلا بالمبدأ نحن في عنا أملاح النيترات بدها تكون موزعة بطريقة أنه هي تاخذ المساحة الأكبر، لحتى نقول يعني انه احنا قربنا من الشيء اللي كان موجود. الابخره اللي بدها تتولد عندنا من الوقود ومن الكحول، يعني من الايثانول ميثانول والوقود اللي بدنا نجيبهم، هيدول ما عندنا مشكله كثير انه يكونوا موجودين وين ما كان بقلب الغرفه، بس نحن بدنا نحاول انه ما نكون مقربينهم كثير من الباب، لانه هدول نحن عارفين كثير منيح انه هيدي مواد قابله للاشتعال. فاشتعال هاي المواد يعني بينفي فرضية تنقول أنه ولعت النار وسكرنا ومش عارفين، لا، نحن منا النار تولع بسبب الأبخرة، يعني منا النار مثل بيقولوا باللبنان الدارج أنه هي تعس بالمكان قبل ما نحن، أي مش نحن، قبل ما تنكشف هيدي النار. وأدي الفترة الزمنية اللي بدنا نتركهم فيها موجودين بهذا المحل؟ حوالي السبعة أيام للعشرة أيام لحتى نكون نحن تأكدنا تماماً أنه هيدا المواد الأبخرة طلعت، والأبخرة اختلطت بالأملاح النيترات اللي نحن جايبينها، وصارت يعني تحولت من أملاح نيترات مستقرة لغير مستقرة. إذن نفذنا ما طلبه الخبير الكيميائي فؤاد بزي، وتحدينا الظروف المناخية الصعبة التي كانت تعاكسنا، لأنه مش من السهل خصوصي بمنطقة هالقد قريبة من البحر أن يتم بناء هنجار أو شبه هنجار من الخشب، وأن يصمد هذا البناء لوقت طويل، وقت حوالي أسبوع كان مطلوب لإنجاح التجربة. وتوجهنا بعد مرور هذا الوقت لإجراء المحاكاة اللي قررنا نعملها على طريقتين، طريقة تقضي وضع أكياس الأمونيوم أو بالأحرى كيلوغرامات الأمونيوم التي جلبناها على مسافة حوالي متر من مكنة التلحيم من دون ما يكون في أي مواد مشتعلة أو قابلة للاشتعال قريبة منها، وبالحالة الثانية قربنا نشارة الخشب لصارت ملاصقة للباب. خلينا نشوف شو كان الوضع بالحالتين وشو كانت النتيجة بكل تجربة من التجربتين.
إذا نحن اليوم موجودين بالمكان اللي هو على مقربة من المرفأ، محل ما انوضعت يعني أكياس الأمونيوم نيتريت الصغيرة مع الوقود ومع مواد الإنشارة، وتركت حوالي 10 أيام. ومعنا الأستاذ فؤاد بزي اللي عم بيواكبنا من بداية التحقيق بهذا الموضوع من الناحية العلمية، لنشوف لأي مدى ممكن إذا هذه المواد وضعت بمكان قريب على البحر لمدة أكثر من أسبوع شو ممكن يصير. رح نفتح الباب لنشوف شو صار بالمواد بشكل عام، اللي هي الأمونيوم نيتريت تحديدا، اللي ممكن أو يفترض أنه تكون صار فيها تغييرات، صح؟ نتيجة التفاعل. نحن وقتها كان فيها لون ازرق، قلت لي انت هذا ماده النحاس اللي بقلبها، صح؟ مزبوط. هلا اللي ملاحظينه هن شغلتين، اول شيء انه الماده بطل لونها ازرق، هذا لانه مش لانه النحاس بطل موجود، لان الرطوبه اللي كانت هي مرافقه النحاس على الشمس هي انفقدت. وكمان في شغله ثانيه اساسيه كثير صارت بتشبه كثير اللي صار على المرفأ، انه هي بطلت بودره. إيه؟ هي تحولت لكتله. يمكن لهذا السبب هي قصة انه بيقولوا العمر الشلف لايف تبعها هيدي المواد 6 أشهر، لانه بعد 6 أشهر بتبطل صالحة للاستعمال. بعد 6 أشهر انت ما بتبطل عارف شو صار فيه بقلبها، يعني هي بتضلها امونيوم نيتريت بس تركيبتها الكيميائية كلها من جوا تغيرت. طيب هلا اذا حطينا مي، شوية مي، شو بيصير؟ لازم يرجع لون ازرق. وإذا حطينا كثير ماء مفروض، لأنه اللي كنا عم نسمعه إنه الأمونيوم نيتريت بيدوب بقلب الماء، صح؟ طب خلينا أول شيء إذا بدك بالكمية اللي بتلاقيها مناسبة نحط لنشوف إذا بيرجع اللون الأزرق. عم بيرجع بس بنفس القوة، مش بنفس القوة تبع اللون الأساسي. إيه مش هلا إذا أنا بحط ماء أكثر حيرجع بنفس القوة، لأنه هو بعده هلا عم يرجع يترطب. إذا بنلاحظ هون مثلا عم نشوف هون رجع اللون الأزرق. مثل ما كان. بس إذا بدك نجرب ندوب كمية صغيرة أو كمية. هيدي كباية. خلينا نشوف. نشوف انه داب نهائيا. دابت كامل؟ دابت. دابت بشكل كامل؟ ومنا كنت بحاجه ابدا لتفكر انه شركات توليد، شركات صناعه المتفجرات، وشركات فرقاع الى اخره. وهن كانوا حد البحر، يعني من ميه البحر كان فيهم يحلوا. اذا بدك كنت تتخلص منهم كلهم كان كبهم بالبحر، كانوا دابوا. رح نسكر الباب ورح نمشي بالروايه شبه الرسمية، اللي هو انه كان في تلحيم عم بيصير على مقربة من الجزء السفلي من الباب. رح نعمل هذا الشيء، محطوط الانشارة ومحطوط الامونيوم نيتريت بوضع اللي هو بعد اسبوع او 10 ايام، ومحطوط جالونات البنزين على مسافة بعيدة شوي. وقديش بده يصير في تلحيم؟ يعني وقت قصير بس تنشوف. يعني احنا ما لنا مضطرين لوقت طويل من اللحام، نحن بدنا الشرارة اللي بدها تطلع من اللحام انها توصل على هيدي المواد اللي نحن حاطينها، توصل لحالها طبعا. اذا وصلت هيدي الشرارة وولعت نار، فساعتها نحن حنشوف انه ايه مزبوط هيدي النار ممكن تشتعل بناء على وجود النشارة اللي هي مخلوطة، اللي هي بتمثل طبليات الخشب، اللي هي مخلوطة بنيترات الأمونيوم اللي هو صار مشبع بأبخرة الوقود طبعاً. هي بتولع ولا بتعس؟ لا، هي مفروض ما تولع نار قوية. مفروض أنه نحن نشوف أنه بلش في بداية نار، يعني يمكن نشوف لهب صغير، يمكن نشوف نار عم تولع، يمكن دخنة بلشت تطلع. تمام. بس ما مفروض يطلع نار قوية. رح نخلي الشباب يقوموا بهذه العملية وراح نراقب نحن شو اللي ممكن يصير. 30 ثانية وبلش، اوكي؟ هلا نحن عم نجرب نعمل انه عم نجرب نقرب الامونيوم نيتريت قد ما فينا على الباب. يعني هيدي عم نشوف الشرارات عم توصل تقريبا على الامونيوم نيتريت المحل اللي نحن فيه. خلينا نجيب كمية إضافية بس خليهم ليبرد شوي. لا
لانه حتى ما يكون ايه بدك تعطيني دقيقه وقتها علم دقيقه علم دقيقه ايه يلا يلا ايه ما مشكل ما مشكل طيب يعني احنا هلا رح نقرب الامونيوم نيتريت من المسافه اللي هن فيها ورح نحطهم بهيدي المسافه تنشوف اذا بيصير في الاشتعال مع الانشاره فينا كمان نقرب هول تيصير في مثل تقريبا موصولين ببعض يلا يلا تفضل تفضل ايه تفضل هلا هلا احسن وقت بلا هوا ايه تفضل يلا ايه تمام ايه ماشي الحال وقف دقيقة بليز حطيناها على مقربي من الباب وصارت عم تنزل صارت عم تنزل الشرارات وهي حاميه على الانشاره والامونيوم نيتريت عم بيصير في اشتعال واشتعال سريع يعني اشتعال سريع اشتعال حتى ما بيشبه اشتعال الانشاره لحال الانشاره لحال ما بتولع بهيدي الحديه ابدا الانشاره لحالها بتكون بطيئه اكثر بس مثل ما شايفين انه في تطاير شرر يعني انه الشرر عم يتطاير منيح بطريقه كثير كبيره بس كمان شغله ثانيه شايفينها استاذ فؤاد وهي انه الـ الـ الاشتعال عم بيكون سريع يعني مش عم بيكون انه مثل ما توقعنا يمكن انه نار تعس وترجع تاخذ وقت لتشتعل مزبوط هذا بيشير لشغلتين اولا لانه اذا كانت هيدي المواد موجوده فعلا بهيدي الطريقه بالمرفق وعلى مقربه من الباب ممكن يكون التلحيم ادى لهذا الشيء ولكن بالوقت نفسه غريب ساعتها انه ما يكون هذا الشيء صار دغري يعني الاشتعال يكون اخذ هالقد وقت اذا ملاحظ النار اللي عم تنزل هي النار اكيد هي بتولع يعني بتساعد اشعال النار يعني ليك هي قطع الجمر اللي عم تطلع من الحديد بس هي الاكيد انه نحن هلا اللي فينا نقوله انه بعد هذا الشيء اللي عم نعمله انه اشتعال النشاره المخلوطه بهيدي الابخره هو اشتعال انه سريع قوي منه بطيء خفيف منه بطيء فهذا الشيء بياكد شيء وبخفف من فرضيه شيء ثاني شو اللي بياكده؟ بياكد انه النار ممكن تولع من اللحم اكيد ولكن بخفف من فرضيه انه احنا ما انتبهنا للنار انها هي ولعت هلا هون في عامل بشري انا ما بنقدر نحن نتحكم فيه هل هن اتطلعوا هل هن ما اتطلعوا هل هن مستعجلين هل هن فلوا الى اخره إذن بكل وضوح وبكل شفافية عرضنا النتيجتين أمامكم ونترك لكم حرية التقدير خلوا ببالكم أنه بالتجربتين نحن افترضنا أنه الشرارات عم تفوت لجوا وأنه التلحيم عم بيصير على مستوى الأرض وأكثر من هيك استخدمنا مكنة تلحيم كهربائية أضخم وأقوى من المكنة التي استخدمها العمال السوريين بالحالة الأولى ما اشتعل الأمونيوم نيتريت بالحالة الثانية اللي تم فيها وضع نشارة الخشب على مسافة ملاصقة لمكنة التلحيم صار في اشتعال ولكن اشتعال سريع يعني النار مع عست دغري اشتعلت وبالتالي من المستحيل منطقيا أن لا يكون أي من العمال السوريين أو من الأشخاص الموجودين بالمرفأ قد شعر بهذا الحريق إلا بعد ساعتين أو ثلاثة على العموم عود على بدء بكل الحالات وبكل الفرضيات الدولة هي المسؤولة وتبقى الدولة هي التي فعلت هذا ولا يمكن أن يستوعب أي عقل بأي حال من الأحوال كيف يمكن أن تكون إدارة استثمار المرفأ أو كل أجهزة الدولة الأمنية الموجودة على المرفأ قد تخلت عن دورها وواجباتها ووضعت عنبر بهذا الحساسية في عهدة ثلاثة عمال سوريين بسطاء
وللمناسبة هودي العمال اليوم أو بالأحرى العاملين اللي لازالوا بالحبس ما حدا عم بيطالب فيهم، وهودي العمال ممنوع عليهم يطلعوا أكثر من 5 دقائق بالنهار من غرفهم، وهودي العمال ممنوع عليهم يحكوا أكثر من 5 دقائق بالأسبوع على التليفون مع أهلهم، بس هودي ما بيطالب فيهم لفلان ولا علان لأنهم فقراء ولأنهم ليسوا من علية القوم. على العموم مستمرون نحن في متابعة هذا الملف، ترقبونا غدا في حلقة جديدة من وثائقي بابور الموت، وهذه المرة من جورجيا من حيث أصل الحكاية وفصلها.